تشهد الدورة الحالية للانتخابات البلدية الكثير من التحديثات التطويرية لعملية الانتخابات والعملية الانتخابية تحديدا اللي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد. النظام الجديد للمجالس البلدية أسس طبعا لمرحلة جديدة من التنمية البلدية بالمملكة في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، واللي طبعا باتت تعي دورها في المساهمة في النهوض بمستوى الخدمات البلدية من خلال المشاركة بقوة في انتخاب الأكفى والأجدر ليمثلهم في هذه المجالس، وأيضا من خلال ترشيح الأكفى أو الأكفاء أو ترشيح الأكفاء لأنفسهم لعضوية هذه المجالس ليكونوا في موقع المسؤولية مع الجهاز التنفيذي في صنع القرار ودفع التنمية المحلية. وللحديث حول سير الانتخابات البلدية سرني أن أرحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو، المهندس جديع بن نهار القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، وأيضا الأستاذ إبراهيم الزاحم الصحفي المتخصص بالانتخابات البلدية. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. أهلا بك دكتور. أهلا فيك. مرحبا. الحين المملكة العربية السعودية في إطار هذه الدورة الثالثة للانتخابات، وأسألك مهندس في البداية من خلال يعني تجميعي للعديد من المعلومات لاحظت أنه فيه يعني المعلومات الموجودة في الموقع الإلكتروني كانت قديمة مين محدثة، يعني تقريبا أنا يمكن لاحظتها من شهر شوال الماضي. وش عملية التحديث اللي أنتم تسوونها في الموقع حقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك وجميع المستمعين، وأتمنى إن شاء الله أن نقدم ما يفيد الجميع. طبعا التحديث والله الحمد للعملية الانتخابية ككل ولجميع ما حولها من الإجراءات. طبعا إذا كان سؤالك عن الموقع الإلكتروني، لأن أنا واجهت صعوبة والله. لا انتخاب طبعا موقع أنشئ لغرض خدمة الناخبين والمرشحين وكل من له علاقة بالانتخابات، يقدم كل ما هو يعني مطلوب من كل مرحلة منفصلة. يعني كان اهتمام في البداية طبعا موجود فيه كل الأشياء الأساسية مثل الأنظمة واللوائح والأدلة التي تساعد على العملية الانتخابية، وأيضا توضح أدوار المجالس البلدية ونظامها. ثم فيه جميع ما يتعلق بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية، سواء البرنامج الزمني للانتخابات، أيضا مثلا كل مرحلة يأتي الاهتمام فيها أولا بأول. كان الاهتمام في مراحل قيد الناخبين إلى أن انتهت، ثم أيضا تسجيل المرشحين، ثم الآن الاهتمام بما يتعلق بالحملات الانتخابية والتجهيز يوم الاقتراع اللي يعتبر هو يوم الحصاد إن شاء الله، اللي راح يكون في 1/3 إن شاء الله. فطبعا كل مرحلة ما تحتاج في معلومات مؤكد راح يكون محدث وجاهز. المعلومات عن الناخبين هذه محدثة وجاهزة، أي ناخب يدخل باسم برقم الهوية الوطنية وبتاريخ ميلاده يطلع على جميع معلوماته كناخب، موقع مركز اللي راح ينتخب فيه، يستطيع الوصول للمركز الانتخابي من خلال نفس الموقع. أنا وجدت معلومات من العام الماضي، من شوال العام الماضي آخر تحديث لها، بس لا تكون داخل على موقع مو موقع انتخاب. لا هو انتخاب. لا أنا أتصور طال عمرك أنه يعني عملية التحديث الجديدة في الأنظمة موجودة في الموقع. طبعا أي شيء يحدث، يعني أي شيء يحدث يدخل الموقع، الأسماء تدخل، يعني جميع ما يطرأ على الأسماء سواء القوائم الأولية ثم القوائم النهائية، نفس الناخبين والمرشحين، جميع ما يتعلق بهم في الموقع، جميع ما يتعلق بالناخبين في الدائرة، المرشحين في الدائرة، لكل ناخب يقدر يطلع على مرشحينه مباشرة. فأتصور أنه ما في شيء، يعني من قد يكون الأخبار يتحكي عنها، يمكن الأخبار قد تكون بعض الأخبار ما نزلت في الموقع الصحيح. طبعا والله أنا أشوف أنه يحدث، لكن إذا كان هناك أي خبر أصبح قديم هذا قد يكون موجود. طيب الحين يوم الحصاد زي ما ذكرت أنت هو 1/1/1437 الموافق 12/12/2015. مستعدين؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف تتوقع وش استعداداتكم؟ شفت العمر كل ما جرى
من ترتيبات وتجهيزات وإجراءات تمت ولجان شكلت ومراكز عملت وكل الخطوات اللي تمت سواء قيد الناخبين والمرشحين ما تم من تدقيقات حولها كل وأيضا الحملات الانتخابية الحالية اللي احنا نجريها كلها استعداد ليوم الانتخاب. هو كل ما يجري قبل يوم الانتخاب هو استعداد له. طبعا اللجنة العامة ووزارة البلديات بدأت من أكثر من سنة في التجهيز لهذه العملية، والدولة ما قصرت في إيجاد كل ما تتطلب العملية الانتخابية من 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 إمكانات مادية وبشرية. يكفي طال عمرك أنك تعرف أنه فيه أكثر من 35 ألف شخص راح يشاركون في إدارة العملية الانتخابية، ونفخر أن كل هالمجموعة من الشباب السعوديين والشابات السعوديات، وهذا هذول هم موظفين الوطن. البلدية ولا لا لا لا, لا يعني من سيقوم بعمل بتنفيذ الإجراءات الانتخابية في جميع مراكز المملكة وفي جميع لجانها المحلية وفي جميع لجان الطعون وفي جميع من يتعلق بالعملية الانتخابية، هذول هم من سيديرون الانتخابات في المملكة. فكل هذه طبعا الترتيبات عملت وبأوقات مختلفة وبأوقات متسلسلة، والبرنامج الزمني يعني كان هو الضابط اللي من خلاله نتحرك في مختلف المراحل العملية الانتخابية. جيد أستاذ إبراهيم، أنت كصحفي متخصص في 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 في, في الانتخابات البلدية، أنت كيف تشوف تفاعل الناس مع فكرة الانتخاب وأيضا مع فكرة إصدار الانتخابات في ثوبها الجديد الآن؟ يعني هذه هي المرة الثالثة، هذه المرة أو نحن نسميها الدورة الثالثة. الدورة الثالثة، فكيف تشوف تفاعل الناس؟ أول شيء مسي عليك بالخير وعلى سعادة المهندس وعلى المشاهدين الكرام. الأمر الثاني اللي هو الجدير بالحديث عن الثوب الجديد للانتخابات البلدية، في نظام جالس يتطور، في نظام جديد، فيه لو دخلت على الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات البلدية حتلقى في موجود، إذا كان صحيح لي سعادة المهندس، اللي هو أيقونة جديد المجالس البلدية اللي هو جديد الدورة الثالثة. بس الناس تشوفها، يعني هل تشوف أنه هذه الثوب الجديد اللي انت حكي عنه هل هو وصل الناس؟ هل هو كان الشيء اللي كانوا الناس يعني كانوا يشوفون تطويره في الدورتين السابقة وبالتالي استجابة لجنة الانتخابات لتطويره؟ كيف تشوف الناس راضين عن الثوب الجديد؟ هو لا شك الدورات السابقة كانت تنقصها بعض اللي هو الصلاحيات أو نقول الأمور اللي تساعد المجالس البلدية وتدعمها في اتخاذها للقرارات. في قرارات كثيرة تتخذ من المجالس البلدية، قرارات منفذة من قبل الأمانات والبلديات، وفي قرارات تحت التنفيذ، وفي قرارات تم نسيانها أو تم تجاهلها من قبل بعض البلديات أو الأمانات لأمور كثيرة تعود إلى البلدية نفسها. النظام الجديد للانتخابات البلدية أو للمجالس البلدية اللي يدخل عليه يلقى فيه صلاحيات كثيرة أضيفت على الانتخابات على المجالس البلدية، ربما من أبرزها أو من أهمها اللي هو إقرار ميزانية البلدية. الآن البلدية تقر ميزانيتها من خلال المجلس البلدي، يرجع المجلس البلدي نفسه يقوم بمراجعة الحساب الختامي للبلدية. وبالتالي أنت تتوقع أنه هذه التغييرات هي تغييرات جوهرية في صلب العملية الانتخابية وبالتالي تنعكس على الناس وعلى أدائهم وعلى ترشيحهم؟ هو بلا شك، بما أنك أنت أعطيت صلاحيات أكبر فأنت راح تعطيه صلاحيات رقابية أكبر، أنه يستطيع أن يحاسب، يرفع التقارير، يحق له يحاسب البلدية لماذا البلدية الفلانية لم تقوم بتنفيذ هذا القرار. المشاريع برضه تحت يدينهم تحت تصرفهم بشكل رقابي، اللي هو تقرير الإيرادات المالية للبلديات. البلديات مثلا تقر بعض الرسوم الرقابية أو على المحلات وكذا، تقوم مجالس البلدية بمراقبتها، تدقيقها وتنفيذها، وهذا ينعكس بالتالي على المواطنين أنفسهم. المواطنين في السابق كان تعاطيهم مع الإعلام أو تعبيراتهم عن الدورة الأولى والثانية ما كان إيجابي بشكل كبير، صحيح؟ لو ترجع للأرقام بتقول لك الكلام عكس ذلك. طيب عطنا الأرقام. لما ترجي مثلا اللي هو الدورة الأولى كان عدد المرشحين أو الناخبين في الدورة الأولى والثانية 1,083,000. كنت تتحدث أنت عن عدد كان 791,000 في الدورة الأولى، يرتفع إلى أن يصل إلى 1,083,000 في الدورة الثانية. الآن الدورة الثالثة أنت تصل إلى 1,485,000، معناته أنه عندنا تفاعل كبير. أيضا إتاحة اللي هو سن الناخب لرفعه إلى أو تقريصه إلى 18 سنة،
هذا محور مهم عندي انا بشوف المهندس هذا في التحديث الجديد. هذا يرفع كذلك تفاعل المواطنين، ايضا مشاركه المراه يرفع التفاعل بشكل اكبر. الصلاحيات الممنوحه ترفع المشاركه بشكل افضل. تقدر تقول ان القرار الان في يد الناخب نفسه، انت من تختار من ستصوت له. هذا الرجل سيخدمك في منطقتك، في مدينتك، في قريتك، انت تختار وتتفاعل معه بشكل افضل. وحتى لو ترجع للنظام يقول لك مثلا برامج الخدمات البلديه ومشروعاتها عن طريق المجلس البلدي. انت كمواطن لست بحاجه ان تراجع البلديه، مرشحك او الناخب الرجل اللي انت انتخبته هو قادر انه يقرر لك مشروع يناقش البلديه فيه. طيب خلينا نشوف المهندس، مهندس الخطوات اللي تمر فيها عمليه التصويت والفرز واعلان النتائج، كيف وش الخطوات هذه اللي حتمر فيها؟ طبعا في كل مركز من المراكز في المملكه راح يجي تصويت في نفس المركز اللي سجلوا فيه الناخبين. يعني كل مركز راح يجري فيه عملية اقتراع، راح يصوتون الناس من الساعة 8 للساعة 5، ثم بعد الساعة 5 مباشرة طبعا راح يكون حضور لجميع وسائل الإعلام، جميع المرشحين أو وكلاهم لعملية التصويت. اي نعم، لعملية التصويت في نفس القاعة، لهم أماكن مخصصة. راح يكون موجود الجهات الرقابية اللي تراقب العملية الانتخابية ككل، اللي هي مؤسسات المجتمع المدني، قيادة جمعية حقوق الإنسان في المملكة. راح يكون أيضا فيه يعني كل من له علاقة بالعملية الانتخابية راح يكون موجود. راح يكون إن شاء الله من الساعة 8 للساعة 5 يدخلون الناخبين ويصوتون في إن شاء الله الوقت المحدد هذا. بعد الساعة 5 مباشرة راح تبدأ عمليات العد، عد الأصوات والفرز. عملية الفرز في نفس المراكز؟ في نفس المركز راح تبدأ عمليات العد والفرز أمام الجميع وبصوت مسموع من الجميع. يمكن إذا كانت ومتاح لوسائل الإعلام طبعا. طبعا أكيد. وإذا كانت المدينة يعني في مجرد يعني دائرة واحدة مباشرة الناس يعرفون النتائج من بعد ما تنتهي على عد الفرز مباشرة. طبعا بعد هذا تغلق في الدوائر اللي فيها أكثر من دائرة، طبعا تنقل الصناديق، تنقل اللجنة المحلية لإتمام العملية وإعلان النتائج. طبعا كل الإجراءات اللي تتطلبها العملية استكملت، وفر لجميع المراكز في المملكة جميع المتطلبات. الجهات المشاركة في العملية الانتخابية من الجهات الأمنية وغيرها من الجهات اللي لها أدوار خارج المراكز الانتخابية أيضا رتب معهم بحيث أنها تكون حاضرة في يوم الاقتراع. طيب مسألة ضبط الانتخابات، في إشكالية أنه ضبط عملية الانتخاب بمكان الناخب. يعني احنا نشوف انه احيانا بعض الاماكن يجون ناس من خارج هذا المكان وبالتالي يصوتون لشخص، هنا تبرز طبعا يعني العصبية القبلية، تبرز تعرف مثل هذه الاشياء. يعني في استنفارات احيانا نشوفها برسائل. صحيح. في الجوال. صحيح. انه ادعموا مرشحكم، لدرجة انه صارت كل قبيلة مثلا يعني تطلع اكثر يعني مرشح ينتمي لنفس القبيلة في اكثر من مكان. طبعا كل النظام سواء القديم والجديد كلها مركزة على أنه هذه الأمور يجب أن تنتهي إن شاء الله. وأنا أتشور الوعي المجتمع أنه كبير، يعني ترى الوعي عندنا في المملكة والله الحمد أنا أشوف أنه كبير ويتطور بسرعة. يعني خير دليل عليك وسائل التواصل الاجتماعي كيف تنتشر انتشرت في المملكة بشكل سريع جدا، التقنية استخدمت بشكل سريع جدا، فالوعي موجود. وأنا أشوف إن شاء الله أن حنا كل ما فترة نتطور ونقترب إن شاء الله من 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 الاتجاه الأفضل والأكفى وعدم يعني اللجوء للأشياء اللي تحول دون ذلك. طبعا النظام هذا يساعد على هذا. أيضا الإجراءات هذه كلها تمت في المراحل الأولية، يعني مرحلة قيد الناخبين كان في تركيز على أن يكون التأكد من الساكن، من الناخب أنه ساكن في المكان. اللي طبعا تعرف أن انتخاباتنا مجالس بلدية، انتخابات محلية. كل بلدية يكون في النطاق البلدية اللي يتبعها، يعني المجلس البلدي مسؤول عن نطاق البلدية اللي داخل. فبالتالي أي شخص ما يثبت سكنه في الدائرة هذه، في دائرة البلدية أو في نطاق البلدية، طبعا ما يحل. هذا في النظام الجديد ولا في السابق؟ في النظام الجديد وفي السابق، لكن التركيز عليه في النظام الجديد بشكل أكبر. وكان يعني يمكن في المرات الماضية
يعني كان فيه تجاوزات في بعض الشيء، لكن الان ان شاء الله انه نقول انه فيه ضبط. عندكم معايير عشان تضبطون هذه المساله في الدوره الجديده في الانتخابات هذه؟ يعني طبعا فيه في جهات مسؤوله عن هالشيء، طبعا فيه متاح طبعا اي مخالفه متاح انها اما تضبط من خلال مراقب المراقب. بس كيف يثبت انها مخالفه؟ اذا ثبت انه اذا ثبت انه مو بساكنه في المكان كيف تقدرون تضبطون هذه؟ صاحب العلاقه مثلا اذا كان فيه بلاغ من 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 الشخص اللي متضرر من 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 عدم السكن يقدر يتقدم بلاغ ويضبط. يعني المرشح يحق له انه يشوف عدد المصوتين اللي صوتوا له؟ ما حكينا عن عدد المصوتين، احنا حكينا عن انه ذوي العلاقه سواء مرشح او ناخب او كذا يستطيع اذا عرف انه فيه شخص اخر في دائرته اسمه موجود في القوائم الأولية، فإذا هذا ما هو موجود فيه يستطيع يقدم بلاغ. هذا علاوة على قيام المراقبين الأدوار. عن المرشح ولا عن الناخب؟ الكل مرشح ولا ناخب يستطيع يقدم بلاغ إذا كان الشخص ما هو ساكن في المكان، وهذه مرت أكثر من 50 يوم متيح لهالموضوع. لما تعلن القوائم الأولية في فترة تتاح لكي يتم التأكد أي واحد عنده بلاغ أو عنده اعتراض أو عنده شيء يتقدم، واللجنة المحلية تقبل اعتراضه، وفيه لجنة الفصل في الطعون هذه مهمتها البت في المخالفات والطعون الانتخابية، وهي لجان يعني منفصلة تماما عن اللجان الانتخابية، يعني فيها رجال من رجال القانون والشريعة ويعينون من وزير البلديات ولا لهم علاقة باللجان الانتخابية، فهم يبتون فيها الأمور هذه ولهم مسائلهم اللي يتحققون منها. جيد، استأذنكم أنا في مشاهدة هذا الاستطلاع من الناس وبعدين نرجع نكمل حكي. إذا مشاهدين الكرام نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود لك ما تبقى من الحلقة. كل مرشح يقدم برنامج، إذا كان البرنامج يخدم المجتمع فأنا أرشح رجل أو امرأة، المهم أنه يرتقوا بأداء الخدمات البلدية، ولو أنه المجالس البلدية عليها ملاحظات يعني من ناحية الصلاحيات ومن ناحية الماضي حقها ما كان مطمئن، فنتمنى في الدورات القادمة أنه يكون أفضل. يعني لأنه مرينا بفترتين انتخابية قبل كذا كلها لم يكن أي دور لأي منتخب، ولا حتى بعد الانتخابات شفناه بتاتا. والله من التجارب الماضية ما نفذوا وعودهم، ونتمنى أنه يكون في تحسن في المستقبل. نقدر نقول نثق، لأنه لا تنسى أنه هذا الزمن يعني كله يعني وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، يعني الفضائح صراحة. يعني أي إنسان يقدر الحين يدخل على السوشيال ميديا أو يدخل على أي مكان يقدر يطلع يعني إيش الوعود، أو يعرف مين الصادق أو مين الكذاب. يعني صار الموضوع صعب إنك تلعب على الناس صارت واعية كثير. أميل ترشيح امرأة في إنه الآن خلاص صاروا إنه مشاركين في المجتمع بآرائهم في أمورهم، فليش لا؟ بالعكس أميل لتشريحها. وراهن على الشباب في الانتخابات، مو بس على في الانتخابات، في كل حاجة وراهن على الشباب. الشباب عنده فكر ونراهن عليه، انه حلو انه يخش الشباب عنده افكار جديدة، عنده محدثين، يعني أميل لهم طبعا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مهندس، شفت الاستطلاع وش رايك فيه؟ شوف طول عمر الكلام اللي سمعناه هذا طول عمرك هذا موجود، هذا مجتمعنا. وفعلا يعني ترى انا اتصور هذا يؤكد كلام من وعي المجتمع انه يتطور بسرعه، واتصور وسائل التواصل راح تخدم في التوجه بشكل كبير. وطبعا ما نقول انه المجالس البلديه انها جت وكانت يعني فاعله 100%، احنا نقول انه اي تجربه وانا اتصور ان تجربه المجالس البلديه من التجارب الحديثة اللي الدولة أوجدتها لتخدم العمل البلدي ولإشراك المواطن في إدارة خدماته. وهذا أمر مهم جدا. إنه فعلا وراح تأخذ وقتها في كم وقتها اللي تتوقع؟ أقول يعني إحنا عن تجربتين، خلال تجربتين فقط استطعنا نصل إلى نظام جديد بعد رصد وعمل شاق في رصد الصعوبات والمشاكل الموجودة، وصار فيه نظام جديد يراعي أكثر وأغلب ما رصد من ملاحظات. ونتمنى ونتأمل إن شاء الله، وصراحة إحنا متفائلين إنه راح يكون التغييرات اللي فيه والتحديثات اللي فيه. لما نقول إنه والله سن الناخب، ترى تخفيض سن الناخب هذا معناه إعطاء شريحة يعني شريحة كبيرة من المجتمع تشارك، إعطاء فرصة أكبر للمواطنين المشاركة.
النساء لما يشاركون هذا نص المجتمع، أعطيناهم فرصة للمشاركة، هذا شيء جديد. لما أقول انتخاب الثلثين هذا دلالة على أن الدولة وضعت يعني آلية لإعطاء المواطن هو صاحب القرار. يعني المجلس البلدي راح يكون القرار من بيد يعني بيد المنتخبين. إيه كأنك تقول إيه؟ تبي تقول إنه إحنا بس ننتظر ال 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 يعني النضج يعني نضج التجربة. أقول لا 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 يعني لا نزعل لا نزعل كثير من إنه التجارب الأولى كان فيها ملاحظات وهذا طبيعي. لا هذا طبيعي. تجربة إيه؟ إيه؟ أقول لا لا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إنه الأمور كل المعطيات اللي موجودة عندنا تدعونا للتفاعل. ففقط احنا كمواطنين الآن وكناخبين خصوصا اتصور المسؤولية والكرة ملعبنا الآن متى ما فعلا ادينا الواجب الوطني المهم بالمشاركة اولا ثم باختيار الكفاءات الجيدة اللي تخدمنا في المجالس البلدية راح نحصل على مجالس بلدية فعلا ان شاء الله. استاذ ابراهيم، المهندس يعول كثير على وعي المواطن في إدراكه لأهمية هذه المجالس واختياره للمرشح بشكل قوي بعيداً عن أي يعني مؤثرات خارجية. أنت كيف تشوف وعي المواطن وكيف تشوف وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ هل اتجهت يعني في عملية وعي المواطن ورفع وعي المواطن من خلال رسائلها الإعلامية بشكل فاعل؟ أنا أعتقد أن فيه جانب مهم جدا في جانب التوعوي. قد تكون الوزارة قدمت جانبها التوعوي وقد يكون المواطن لديه كثير من الوعي، لكن في جانب مهم هنا الركن الثالث اللي هو المرشح أو عضو المجلس البلدي عليه أن يكون ملم بالصلاحيات الممنوحة له حتى لا يعطي وعودا أكثر أو خارج صلاحياته. هو يجب أن يتحمل ويوعي الناس إيش دور المجالس البلدية، ماذا سأقدم لك؟ لا تستطيع أن تعد. يمكن الدورة الأولى كان بعضهم يتكلم عن إحداث جامعات وإحداث مشاريع خارج صلاحيات المجلس البلدي. الآن النظام موجود، عليك كمرشح أنك تدخل على النظام وتساهم في التوعية حتى يكون، وعلى كل مواطن أن يبحث في برنامج. بس أنت تتكلم عن الناخب، عفواً عن المرشح. عن المرشح، لا أنا أتكلم عن الناخب الحين. وشلون إحنا نقدر نكافح أنه يجي شخص من مكان ثاني وينتخب شخص آخر؟ يعني شلون نقدر نبعد عن القبلية؟ نبعد عن القبلية. الموضوع هو وعي المواطن. هذا الرجل ماذا سيقدم لك سواء كان من قبيلتك أو من غير قبيلتك؟ هو ما سيقدم لك، هو سيقدم لك في أرضك، في نطاقك البلدي، سيخدم منزلك، طريقك، خدماتك، حدائق، تصريف سيول، مشاريع البلدية، هو سيقدم لك هذا العضو. هو الذي سيدعم مشاريعك. النظام الجديد منحه صلاحيات كبيرة أنه يدافع عن حقوقه ويحاسب ويسأل ويقرر ويراقب. فقط عليه أنه يعرف البرنامج الانتخابي أو ماذا سيقدم المرشح، وعليه أنه هو بنفسه يقرر، ما يسيب أحد أي مؤثرات ثانية تقرر. صحيح عليه. هذا كلام صحيح. طيب مهندس، الحين ضعف الاعتمادات كانت من أبرز المشاكل اللي هي ضعف الاعتمادات والمتابعة. كيف في الدورة هذه الثالثة وأنتم أصبحتم أكثر نضجاً بناء على الدورتين السابقة، كيف ستواجهون هذه المشكلة؟ البلديات من على مر الفترات اللي صاحبت نشأة المملكة إلى وتطوراتها وكذا طبعاً واجهت المشكلة. في مرات يكون اعتمادات جيدة وفي مرات يكون قليلة. أتصور أن البلديات أكثر يعني لديها من الإمكانيات المادية اللي هي المعدات والأشياء اللي تساعدها في أن تقوم بأعمال ذاتية، لديها الكثير وبالتالي تستطيع مواجهة يعني مثل الأمور. طبعا هذا جانب اللي هو الجانب الذاتي، وتصور البلديات يعني عندها فرصة أكبر من بعض القطاعات الأخرى. طبعا حسن التصرف ووجود المجالس البلدية أتصور أنه راح يساعد في اختيار الأولويات الأكثر أهمية، وبالتالي يعني ما وجد من 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 إمكانيات مادية توفر للأكثر يعني أولوية للناس والخدمة الناس. فهذه أتصور أنه الترشيد في اختيار الأولويات المناسبة
وحسن التصرف بالموجود، هذا اللي ممكن تتصرف خلال بلدياتنا. مهندس، في الدورتين السابقة كان والمرشحين يخرجون بوعود كبيرة، وسقف الوعود يعني كان كبير جدا، الناس كمان كان سقفها عالي. صحيح. وبالتالي تفاجأت بأنه الناخبين أصلا يمكن ما هو عارف وش الشيء اللي يوعد فيه ولا ما يوعد فيه. الحين في التجربة الثالثة هذه، هل أنتم أخضعتم الناخبين أو عفوا المرشحين أخضعتوهم إلى يعني أو شرحتم لهم وش الحدود اللي هو يستطيع أنه يوعد فيها حتى أنه ما يفاجئ الناس وبالتالي ينعكس سلبا على تجربة الانتخابات؟ صحيح. بشكل عام. وطبعا عمرك الكلام هذا، الوعود الأكبر من الواقع. طبعا كانت في الدورة الأولى مبارزة بشكل أكبر، وصراحة كان لها أثر على نسب الإقبال في الدورة الثانية والمشاركة في الدورة الثانية، وأيضا يمكن ينسحب حتى الآن على الصورة الذهنية اللي عند المجتمع عن المجالس البلدية. طبعا هذا الآن أصبح واضح وجلي للجميع وش هو دور المجلس البلدي، صار أوضح بشكل كبير يعني للمجتمع. الخطة الإعلامية اللي رسمت للعملية الانتخابية، كان هناك خطة إعلامية عملتها اللجنة العامة لإدارة كل مراحل العملية الانتخابية، كانت تركز على هذا الجوانب، تركز على إيضاح في الأوقات المناسبة، أوضاح صلاحيات المجالس بشكل بارز، ليكون المرشح فعلا يعي هذه الجوانب، يكون الناخب أيضا على اطلاع على صلاحيات المجالس وما أدوارها التي تستطيع القيام بها. طيب الحين في الدورة الثالثة هذه، في لقاء أنا يعني سمعت لك نتحدث عن أنه أبرز المستجدات في الدورة الثالثة هو خفض سن أو قيد الاستقطاب شريعة، يعني قيد الناخبين. خفضتوه من 21 إلى 18. لكن الملاحظ أنه ما في أصلا مرشحين في هذا السن. أنت تعرف أن المملكة العربية السعودية جل يعني تقريبا 60% هم سن شباب. وبالتالي يمكن الشباب صار عندهم ردة فعل انه يبغون شاب، يبون شاب في الانتخابات. وبعدين انتم هناك في يمكن حاطين انتم معايير محددة في 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 في, في الناخبين في المرشحين عفوا، انه يكون ربما سن معين اخترته. كيف ليش التناقض هذا؟ لا ما هو تناقض. شوف الشخص الناخب اللي يجب ياخذ حقه انه ينتخب، هذا ما فيه اي ضرر يكون عمره 18 سنة. هذا ممتاز، هذه خطوه ايجابيه. ما فيها، وهذا اعطت فرصه لقطاع مهم عندنا المملكه، جيل يعني الجيل الشاب فيها نسبتها عاليه جدا، وبالتالي انا اتصور هذه لها اهميه كبيره. بالنسبه للمرشحين، ترى السن الادنى 25 سنه. بس 25 ترى لا بس اللي نشوفهم على ارض الواقع ترى كلهم كبار في السن. لا معلش، هذا عاد إذا المجتمع ما يبي في الدورتين السابقتين كلهم كبار في السن. أوكي، بس إذا المجتمع ما يبغى إلا واحد الكبير هذا شأنه، لكن اللي تقدمون فيه ناس صغار تقدموا، لكن يمكن ما نجم، الله العالم. لكن أنا أتصور أنه 25 سنة هو سن نضج بعد الجامعة، وأتصور أنه يعني سن ما هو كبير، هو ما زال شاب. إذا كان 25 مو بشاب جل وش بس ما وش في ما في اشتراطات ثانية على اشتراطات معينة على طبعا في اشتراطات على الكفاءة على التعليم، في اشتراطات طبعا على المكان والسكن، في اشتراطات على أن يكون بالفعل. طيب أنت وجهة نظرك الشخصية، أنت وجهة نظرك الشخصية ليش الموجودين كلهم كبار في السن؟ والله ما أتصور، أنا صراحة ما أتصور أن هذا دقيق، يعني كلهم كبار في السن ما أتصور أنه دقيق. لكن طبعا هذا حق الناس انهم ينتخبون من يرون، يعني لما يتقدم مجموعه والناس ينتخبون المجموعه هذه اللي قلت انتم منها انه كبار في السن. انا والله ما عملت احصائيه لهالموضوع، لكن اتصور انه هذا شان المجتمع ما هو بشان احد غيره. طيب جيد، خليني اسالك واقول لك انه بعد الفرز وبعد يعني الفوز المرشحين بعد فوزهم، هل في خطه عندكم معينه لمحاوله توعيتهم بالمهام والاختصاصات؟ وبالتالي حتى لو فاز صغار في السن، يعني انتم تقدرون تشيلون موضوع يعني انه يمكن يكون الكفاءه او الخبره؟ لا طول عمر فيه برامج التدريبيه لجميع أعضاء المجالس البلدية، يعني في بداية عملهم في برامج تثقيفية سميتها البرامج التثقيفية. هذه تجرى ورش عمل لجميع أعضاء المجالس البلدية اللي راح يمارسون عملهم. هذه أحد البرامج التدريبية. طبعا في برامج تدريبية أخرى مع تقدم الوقت تركز على المجالات الاختصاصية للعمل
العمل المجالس البلدية يعني على الجوانب مثلا الفنية والجوانب التخطيطية والجوانب يعني فيهم دورات تدريبية لمختلف الأعضاء لتأهيلهم في اختصاصات المجلس البلدي. هذه طبعا يسبقها موضوع يعني التثقيف جميع أعضاء المجالس البلدية، هذا يتم للجميع في بداية في أول 3 أشهر إن شاء الله من بداية عمل المجالس البلدية. إحنا الوقت يداهمنا، ودي أسألك عن المعايير اللي من خلالها يتم استبعاد المرشحين. طبعا شوف إحنا القوائم الأولية، بين القوائم الأولية والقوائم النهائية كان فيه رقم، يعني القوائم النهائية كانت 1,400,000 المرشحين كانوا 6,915 القوائم النهائية، الأعداد النهائية منهم 979 امرأة. تصور هذا شيء مشجع فعلا. تصور حول 600 اسم أو أكثر شوي، هذول بين فئتين، فئة المنسحبين وهم الأكثر طبعا، والمنسحب هذا النظام أعطى حق أي مرشح أنه ينسحب بدون ما تسأله ليش منسحب، حتى بعدين لا إلى يوم 7/2 كان هناك يعني في النظام إلى يوم 7/2 يستطيع ينسحب، وكثير انسحبوا صراحة من رجال ونساء، لكن العدد الأكبر طبعا من الرجال. يعني كان في حول 414 وهذا يسعدنا ترى 414 منسحب، منهم أتصور حوالي 129 أو 120 سيدة والبقية رجال. بينما المستبعدين عندنا مستبعدين حوالي 235 شخص مستبعدين استبعاد. الاستبعاد فيه جهتين، فيه يعني سببين. السبب الأول اللي هو الطعون وما ينتج عنها من يعني المخالفات والطعون الانتخابية، وتقرر لجان الطعون الاستبعاد ويستبعد. إيه نعم، هذا جانب. الجانب الثاني هو تطبيق الاشتراطات، يعني اشتراطات المرشح فيه مجموعة من الاشتراطات هذه تطبق طبعا بين القوائم الأولية المرشحين والقوائم النهائية في حوالي 60 يوم تقريبا. هذه يدقق فيها على اشتراطات الناخب، فمن لم تنطبق عليه الشروط هذا يستبعد. اشتراطات الناخب نتمنى أنها ما فيها شيء، اشتراطات المرشح، اشتراطات المرشح نتمنى أن ما فيها شيء على السن، على الصغار في السن. لا لا، احنا نبي نشوف شباب. لا إذن هذه لا والله ما فيه، بالعكس احنا طال عمرك يعني ما فيه أي يعني شيء، بالعكس احنا مع الشباب يا أخوي. احنا نقول احنا سعدنا هم المستقبل، احنا سعدنا أنه نزل 18، والتقرير ترى حكي يعني لما قال أنه يعني احنا الشباب هم يعني أمل المستقبل كله إن شاء الله. الله يعطيك العافية مهندس جديع القحطاني، رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، وأيضا الأستاذ إبراهيم الزاحم الصحفي المتخصص بالانتخابات البلدية. شكرا جزيلا لكم. إذا في كلمة أخيرة تفضل. أول شيء إذا عمرك كلمة نهائية، أتمنى من الجميع أن يعني يترك الصورة الذهنية اللي كانت عن المجالس البلدية، إذا كان عند أحد صورة ذهنية متوسطة أو شيء، ونتجه لأن هذا مشروع وطني يجب أن ندعمه جميعا، ويجب أن نشارك ثم نختار الأجدر. بعدين أقدم شكري لكم وللقناة صراحة على جهدكم المميز، وأقدم شكري لله سبحانه وتعالى ثم لولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبيه لما قدموه للوطن والمواطن، ولما قدموه لنا في العملية الانتخابية من دعم حقيقي ودعم كبير جدا. ثم الشكر لمعالي وزير الشؤون البلدية القروية لتوجيهاته المستمرة ومتابعتها الدقيقة لهذه العملية، والشكر لوسائل الإعلام صراحة كان دور الإعلام كبير في المراحل الأولية، وإن شاء الله راح يكون دوره أكبر في المراحل المتبقية إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.